السلام عليكم، اهلا بكم مشاهدينا، وهذه حلقة جديدة من تحت الطبع، استعراض لاهم ما جاء في صحافة الغد من اخبار وموضوعات وملفات، وتحديدا من مجلة الاذاعة والتلفزيون في عددها الصادر الخميس. معنا للتعليق على ما جاء في مضمون الصحيفة او المجلة عفوا الاستاذ محمود مطر، نائب رئيس تحرير مجلة الاذاعة والتلفزيون. اهلا بكم استاذ محمود. اهلا بحضرتك استاذ. نبدا سريعا من الصفحتين 12 و13، عنوان يقول بقيادة محمود عزت وبالتعاون مع حماس هروب 6 قيادات إخوانية لإدارة بين قوسين الحرب ضد مصر من فندق بغزة، تحريض إخواني لأوباما على التدخل العسكري بذريعة حماية قناة السويس. أولا هذا العنوان به أكثر من تفصيلة. الجزء الأول هو هروب قيادات إخوانية لإدارة الحوالا، يعني ضد مصر بغزة. يعني نحن يعني اعتصرنا الحزن وتأسينا كثيرا ونحن نكتب مثل هذا العنوان، لأنه لا ينفع أبدا وليس يعني لا في ضمير ولا في عقل اي حد انه اي مصري ممكن يدير حرب ضد مصر. انا عايز اقول انه هل يمكن ايضا ان تدار هذه الحرب من غزه؟ انا عايز اقول لحضرتك انه اولا يعني انه القيادة الاخواني محمود عزت اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو نائب مرشد الاخوان، هو والمرشد محمد بديع الاثنين دول على وجه التحديد اسمهم يعني صقور الجماعة، يعني ودول هم اللي ينتموا إلى فكر سيد قطب شكلا وموضوعا، الفكر المتشدد جدا الذي يكفر المجتمع والحاكم. هؤلاء القطبيان ومعهم عدد آخر من قيادات الجماعة يسمون القطبيون الذين هيمنوا على جماعة الإخوان المسلمين في السنوات الأخيرة. عايز اقول لحضرتك ان دول نقوا بالجماعه ودخلوا بها في مساله التشدد الخطير جدا، وهذا هذه المشكله دي انعكست على مصر كلها عندما تولى واحد منهم حكم مصر. طب هذه النقطه تحديدا، انت قلت ان المرشد والنائب محمود عزت ومحمد بديع من الصقور الذين يكفرون الحاكم والمجتمع، فالحاكم كان من جماعه الاخوان. لا هو ما هو هم يعني هم ينتموا الى فكر سيد قطب الذي يكفر الحاكم، انما هم حينما ياتي واحد منهم لا يكفرون الحاكم انما يكفرون المحكومين. عايز اقول لحضرتك انه محمد بديع ومحمود عزت كانوا مثلا في سن 23 او 24 حينما اعدم سيد قطب في عهد جمال عبد الناصر. هذا الحادث الأليم في تاريخ الإخوان أثر فيهما كثيرا جدا جدا جدا، ومن هنا حدث يعني هذا التشدد اللي هو زاد عن الحد. المشكلة التي حدثت بعد هذا التاريخ بعد إعدام سيد قطب بحوالي 50 عاما التي تعانيها مصر الآن، لأنه كلنا عارفين إنه أي حد من الإخوان يعني يسمع لمكتب الإرشاد ويأخذ رأيه في كل شيء. أتصور أنه لو كان مرشد الجماعة واحد زي عبد المنعم أو الفتوح مثلا على سبيل المثال، كان الوضع في مصر اختلف تماما، وكان الرئيس وهو محمد مرسي الرئيس السابق كان هذا مختلف تماما في التعاطي والاستجابة مع الله. طبعا في أيضا في العنوان هناك تفصيلة أخرى، وهي تحريض إخواني لأوباما على التدخل العسكري بذريعة. هو المشكلة أنا عايز أقول أنه كلنا نعرف العلاقة الوطيدة بين الإخوان وحماس، وحماس هي جزء لا يتجزأ من الاخوان المسلمين في مصر. ولهذا ليس مستغربا ان يلجا الاخوان الى غزه فعلا وان يدير بعضهم الصراع من هناك. يعني هذه متداوله بشكل كبير جدا، هذه ربما يعني تقترب من درجه اليقين انه هناك اخوان في غزه بقياده محمود عزت يديرون عملية الصراع ضد الدولة المصرية. وعن استدعاء الخارج. نعم. وعن استدعاء الخارج. استدعاء الخارج ما هو معروف يعني 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 هناك كلام حتى رواه في الأهرام أن الرئيس السابق محمد مرسي تحدث مع الإدارة الأمريكية وطلب حمايته بقوة السلاح يعني. وهم الآن الإخوان الآن يلجؤون إلى العالم الخارجي. كل هذا يعني ينبغي ألا يأتي في إطار شيطنة الإخوان. يجب أن نعرف أن الإخوان هم فصيل من المجتمع المصري خدمهم الحظ وصارت 25 يناير، فوصلوا إلى سدة الرئاسة لكنهم فشلوا فشلا ذريعا. الآن يجب أنه على أرض الواقع تكون في معطيات جديدة للتعامل مع هذا الفصيل
يدخل في العمليه السياسيه بشكل وطني، ده اللي نتمناه يعني. ننتقل الى حوار مع المستشار احمد مكي وزير العدل الاسبق في الصفحتين 22 و23، يقول فيه: اكد ان المعزول فقد شرعيته منذ فرض حظر التجوال في مدن القناه. المستشار احمد مكي وزير العدل الاسبق يقول: مرسي مكانه الطبيعي كانت دعوه من الرئاسه، استعانت نجل مرسي بالمحكمه الجنائيه غطرسه، وشو مقصود به اثاره الاعلام وتهيج الناس. الاخوان فشلوا تماما في اداره مصر، والدوله العميقة اجادت استثمار اخفاقهم. يعني في التفصيل الاخير هي ان الدولة العميقة اجادت استثمار اخفاقهم. ده على فكرة يعني هذا تعبير رائع للمستشار احمد مكي. فعلا الدولة العميقة التي يعني كانت سببا رئيسيا في فشل مرسي استطاعت ان تستثمر الفشل الاخر والاخفاق الاخر لمرسي استثمارا رهيبا. يعني قدرت هذه الدولة العميقة فعلا ان تعود بمصر الى سنوات طويلة من وراء، على خلفية عدم خبرة الاخوان في ادارة الدولة، وعدم خبرة مرسي الشخصية في ادارة الدولة. هذا العنوان مهم جدا على فكرة، وده يطرح تساؤل عن انه فعلا يجب ان نعترف ان مرسي حينما كان رئيسا لمصر لا يتحمل، يعني لا يتحمل وحده مسؤولية هذا الإخفاق الذريع لإدارة الدولة، لأنه بالفعل هناك أجنحة كثيرة جدا موجودة في أماكن وجهات كثيرة جدا في الدولة تنتمي لنظام مبارك، وهذا النظام الفاسد أفسد مصر حقا وصدقا. طب يعني هل هذه الدولة العميقة وضعها في النظام الجديد في مصر الآن، هل إذا قبلت هل هناك مصالحة مع النظام الجديد أم أنها سترفضها أيضا؟ الخشية الآن يا أستاذ أحمد، الخشية الكبيرة أن يعني تدخل هذه الدولة العميقة في سياق النظام الجديد ويصبح مزيجا واحدا. طبعا أنا أتصور أنه القائمين الآن على الدولة، الحكومة الانتقالية الموجودة، رئيس وزرائها كان ضد نظام مبارك، يعني الدكتور حازم البدلاوي، وهناك شخصيات كثيره منها لم تكن تنتمي الى نظام مبارك، لكن بعض الشخصيات كانت تنتمي. اتصور انه شباب الثوره المصريه هم الضمانه لعدم حدوث هذا. انا عايز اقول ان المستشار احمد مكي كان يرتبط بعلاقات جيده مع الاخوان حتى قبل ثوره يناير. وكان طبعا يتزعم تيار الاستقلال في القضاء، وكان له علاقات هو وشقيقه المستشار محمود مكي بالاخوان، وجالوا ثمرة هذه العلاقات بعد الثورة حينما عين مكي وزيرا للعدل ومحمود نائبا لرئيس الجمهورية. لكن للأمانة برضو من الواضح انه كان لهما خاصة المستشار احمد مكي ملاحظات كبيرة جدا على الاداء الاخواني المخيب والفاشل، ولهذا الرجل ساب وزارة العدل قبل شهور وقبل يعني ان يحدث ما حدث، ولم يكن في مخيلة احد ان يحدث هذا. ترك احمد مكي وزارة العدل وهو هنا يحمل على حكم الاخوان. نعم. ولا يحمل على مرسي بشكل شخصي، لان هتشوف بعد كده حد تاني هو اللي بيحمل على مرسي. نعم. طب ننتقل الى حوار اخر مع المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقد في الصفحتين 24 و25، يقول: مرسي ذبح الاخوان باستكباره، السلفيون ما لهمش في السياسة يبحثون عن مصلحتهم، الشعب سيرفض المعزول وجماعته لو حصل استفتاء، الجماعة عادت لنقطة البداية ويحتاجون عشرات السنوات لترتيب اوراقهم. نعم. طبعا كلنا نحترم المستشار محمود الخضيري، وهو ايضا واحد من قضاة تيار الاستقلال الاجلاء. محمود الخضيري احرج نظام مبارك حينما قدم استقالته احتجاجا على تزوير الانتخابات، وكانت سابقه ان يقدم قاضي استقالته في ذلك الوقت. محمود الخضيري ايضا كان يرتبط بعلاقات جيده مع الاخوان، وقيل انه اخواني، لكن طبعا القاضي لم يكن ينتمي الى، يعني هو في واقع الامر لم يكن ينتمي الى الاخوان، لكن ربما كان متعاطفا معهم. في هذا الحوار محمود الخضيري يفتح النار على الاخوان، ويرى انهم يفتح النار تحديدا على محمد مرسي، ويرى انه اخر مصر كثيرا، وبيقول انه فعلا مرسي كان مدركا انه لو عمل استفتاء على بقائه الشعب المصري كان يختار الا يبقى مرسي. هو محمود، هو المستشار محمود الخضيري، يعني ربما من منطلق حرصه على البلد وحبه للبلد
وايضا حرصه على طوار الاخوان هو غاضب عليهم جدا وبالذات على محمد مرسي. طب هي في نقطه في هذا التصريح، الجماعه عادت لنقطه البدايه، هل فعلا الجماعه عادت لنقطه البدايه ام ما قبل البدايه؟ انا في تصوري ان جماعه الاخوان ما زالت على اعتاب نقطه البدايه، لم تعد اليها بشكل كامل، لانه ما زالت لديهم الفرصه حتى الان للدخول في العمليه السياسيه. ما زالت لديهم الفرصه حتى الان. هم يدعونا بالطبع لحضور جلسات المصالحه الوطنيه. المشكله لديهم الان ان هم تصوروا ان عزل مرسي هو نهايه العالم، وان عزل مرسي يعني نهايتهم المحتومه. هذا تصور خاطئ جدا، وتصور به كثير من يعني السذاجه، وده غريب على جماعه كانت دائما تجيد فن المناوره وفن اقتناص الفرص. عايز اقول انه من الخطا الكبير ان الاخوان تعتقد هذا، لانهم مدعوين للدخول في العمليه السياسيه، وربما لو دخلوا في المصالحه الوطنيه ويخرج عن قيادتهم، احنا كلنا عارفين انهم لهم قدره رهيبه على الحشد وعلى التنظيم، وربما لو ترشح منهم احد يفوز، يعني لانه قدرتهم على الحشد والتنظيم قدره عاليه جدا تتميز على كل التيارات السياسيه الموجوده في مصر. فده مشكله عندهم، انه فعلا هم متصورين انهم عادوا الى ما قبل نقطه البدايه. انا بختلف مع المستشار خبيري، وبختلف مع كل الاخوان اللي هم متصورين كده، لان ما زالت امامهم الفرصه الا ان يختاروا هم بانفسهم بقى ان يمضوا في هذا الطريق. طب ننتقل الى صفحه 20، ونطالع حوارا ايضا مع اللواء حامد عبد الله، اول رئيس لجهاز الامن الوطني بعد ثوره 25 من يناير. يقول فيه: ان الولايات المتحده وعدت الاخوان باعادتهم للحكم اذا نزلوا بكثافه. انا عايز اقول لحضرتك ان اللواء حامد عبد الله هو كان مسؤولا عن الامن الوطني عقب احداث الثوره، عقب نجاح الثوره مباشره، وبعد حل جهاز امن الدوله القديم، ورغم لديه معلومات كثيره جدا. ربما يعني يتقاطع او يعني يتناهى مع رؤيته هذه في مساله ان امريكا اعطت الاخوان وعدا بانهم لو استمروا في النزول بكثافه سوف يعودون الى الحكم، انه اصرارهم الموجود حاليا على النزول بكثافه شديده جدا. لكن ده طبعا ده شغل كلام فارغ، لان امريكا لا تملك مقدرات مصر، وليس لها سطوه على مصر بالشكل الذي يعتقده كثيرون. يعني امريكا ليست مسيطره علينا بهذا الشكل، يعني نحن لسنا العراق مثلا. طيب ننتقل الى الصفحه 28، وحوار مع الدكتور وحيد عبد المجيد القيادي في اجابه الانقاذ. يقول فيه: ان الاقتصاد والامن اهم تحديات حكومه الببلاوي. الدكتور وحيد عبد المجيد يقول ايضا: الانقاذ ستدفع بمرشح للرئاسه. هو الدكتور وحيد حينما سالناه عن عما اذا كان من الممكن ان يترشح او ترشح جبهه الانقاذ احد قياداتها، قال: ليس هناك مانع على الاطلاق، وربما يترشح. احنا عارفين قيادات جبهه الانقاذ كثيرون، يعني على راسهم طبعا حمدين صباحي المرشح الذي كان قريبا جدا من الفوز بالرئاسه. اتصور ان حمدين صباحي ربما يكون مرشح جبهه الانقاذ. هل يمكن ان تتفق جبهه الانقاذ على الدفع بمرشح واحد؟ وهذه هي الملغيات. هي جبهه الانقاذ بها اكثر من مرشح رئاسي سابق. طبعا لكن يعني واحد زي عمرو موسى، السيد عمرو موسى، يعني خلاص هو الراجل نفى ان يترشح. اعتقد الدكتور، لكن ربما حلم الرئاسه يروج الجميع، يعني الدكتور البرادعي اعتقد انه برضه ليس في هذا التفكير، ليس في ذهن هذا التفكير. اعتقد انه لو جبهه الانقاذ يعني استقرت على حمدين صباحي، فربما يكون هذا الامر جيدا لها ولمصر اذا استقر. اذا استقرت، لكن ربما لا تستقر، هذه مشكله طبعا. طب ننتقل الى صفحتين 30 والواحده والحادية والثلاثين، وطالع حوارا ايضا مع الخبير الاقتصادي الدكتور احمد السيد النجار. نقرا منه: حذر وزاره الببلاوي من ارضاء واشنطن على حساب الاستقلال الوطني. الخبير الاقتصادي احمد السيد النجار يقول: نستطيع بناء اقتصاد قوي بقدراتنا الذاتيه، الحكومه بها وجوه مشرقه، يجب ان نصطف معها، نريد من دول الخليج استثمارات وليس منحا ومساعدات. اولا في البدايه، هل يمكن ان يقوم اقتصاد دوله على المنح والمساعدات؟ على الاطلاق، وهذه يعني هذه تثير الاسى والاسف ان احنا حاليا المنح والمساعدات هي التي يعني تنقذنا. لكن اتصور يعني ان الحكومه الحاليه اذا اتيحت لها الفرصه، زي ما قال الدكتور احمد السيد، بها هي حكومه كفاءات وحكومه تكنوقراط، وبها مجموعه كفاءات اقتصاديه ممتازه جدا. هو بيقول انه اهم شيء ان الحكومه
لا تسعى الى ارضاء واشنطن على حساب الاستقلال الوطني. اعتقد ده مش وارد ان يبقى ارضاء واشنطن هو الاهم طبعا. لكن زي ما حضرتك قلت انه المنح والمساعدات ما تنفعش ويمكن ان تسير الامور. ونحن طبعا ننتظر من اخواننا في دول الخليج استثمارات، يعني شكرا على المنح والمساعدات، لكن الاستثمارات والمشاركه في البناء والانتاج على ارض مصر دي الاقتصاد المصري في وضعه او اي اقتصاد في الوضع الذي الاقتصاد المصري فيه الان بحاجه الى تغير جذري سريع ومردود ملموس سريع. طبعا. الاستثمارات ربما تستغرق بعض الوقت كي تؤتي نتائج وثمار. هو المشكله يا استاذ احمد انه دائما كل الدول التي قامت بها ثورات عانت اقتصاديا ودخلت يعني في دوامه اقتصاديه خانقه بعد قيام الثوره، لان الثوره يعني بتبقى فعل ربما يعني ضد الاقتصاد، يعني هو الثوره فعل سياسي ضد الاقتصاد. اصبحت توترات امنيه بالطبع هذا عكس قرار الاستثمارات. انما انت في حاجه عاجله الى هذه المنح والمساعدات، يعني انت كنت في حاجه عاجله منذ 25 يناير والى الان الى المنح والمساعدات التي تضخ في شرايينك، والا المساله تصل الى حد الافلاس وهذه مشكله. لكن دوله بحجم مصر وبحجم امكانياتها البشريه، انا اتصور ان احنا بس ست شهور هدوء امني وعدم توتر ممكن ما نحتاجش من احوال المساعدات ونبدا في الاستثمار الجاد. في الحديث ايضا عن القدرات الذاتيه من اجل بناء الاقتصاد الوطني، كنا نسمع كثيرا خلال الفترة الماضية في العهد الذي مضى أن الاقتصاد المصري يقوم على بعض القطاعات البسيطة زي السياحة، زي الضرائب، زي حركة الصادرات والواردات، الضرائب أيضا. فإذا الموارد يعني ليست كثيرة. يعني هناك من يقول أن الاقتصاد المصري اقتصاد ريعي، يعني قائم على السياحة وقناة السويس وحاجات، وليس اقتصاد يعني ليس اقتصاد منتج. منتج انا اتصور هذه الرؤيه رؤيه مكبتة جدا، لانه انت لديك ثروه بشريه يقولون يعني اليابان والصين هذه تعتمد على ثرواتها البشريه وعلى كفاءتها البشريه قبل كل شيء. اتصور ان مصر وبساحتها العريضه ومصر ممكن ان تنتج الطاقه الشمسيه، وهي احدى يعني وسائل المستقبل المهمة في عالم الاقتصاد. يعني احنا لدينا امكانيات كثيرة، لكن المشكلة نستغلها. نقرأ ايضا من صفحة 9 تقريرا حول قدرة الحكومة الحالية التي رأسها الدكتور حازم الببلاوي ونائبه الدكتور زياد دهي الدين على خروج الاقتصاد بالاقتصاد المصري من ازمته. نقرا ايضا يقول: اكدوا على ضروره الاهتمام بملف الدعم، خبراء اقتصاديون، الحكومه الجديده قادره على انقاذ الاقتصاد المصري. اذا وضعنا روشته لانقاذ الاقتصاد المصري نبدا من ما هو هؤلاء الخبراء يقولون انه تنظر الحكومه نظره مختلفه الى ملف الدعم الذي فشلت فيه حكومات مبارك كلها وفشلت فيه حكومات مرسي على مدار السنه الماضيه. انه الدعم في مصر هناك يعني زي ما تقول فشل ذريع في هذا الملف، لا يصل الدعم الى مستحقيه، يصل الى الاغنياء. دعم الطاقه دي مشكله كبيره جدا، يعني البدايه بملف الدعم سوف توفر، ملف الدعم الذي يذهب الى الاغنياء سوف توفر كثيرا، لكن المشكله في او ولكن المشكله ليست فقط في الدعم، يعني هناك اشياء كثيره جدا في الاقتصاد المصري محتاجة إلى إعادة نظر. نقرأ أيضا وهذا الخبر الأخير من الصفحة 6 خبرا حول قيام مجموعة من المحامين بتشكيل لجنة قانونية لرصد وتوثيق أي نوع من أنواع تعرض القوات المسلحة المصرية تمهيدا لتقديم بلاغات ضدهم ومحاكمتهم. ونقرأ: توثيق الإساءات ضد القوات المسلحة لمحاكمة مرتكبيها. طبعا من إحدى المشاكل الكبيرة جدا بعد ثورة يناير أنه حصل تجرؤ كبير على القوات المسلحة، ليس الآن فقط ولكن منذ 25 يناير. طبعا ده يتنافى مع العقيده الوطنيه المصريه التي تحميها القوات المسلحه. هذا ضمن الانفلات الذي حدث في كل المجالات في مصر. اتصور ان دي خطوه مهمه وجيده جدا، وان خاصه القوات المسلحه هي الوحيده التي حتى المتماسكه والصلبه ويجب ان تحظى باحترامنا جميعا. يعني نتمنى انه الناس في مصر يعني تقدر القوات المسلحة قدرها. نعم، بالذات يعني في حالة أو حملة التشويه التي تطال أغلب المؤسسات الآن للأسف.
استاذ محمود مطر، شكرا لك جزيل الشكر على هذه الافاده وعلى هذه هذا التحليل والمتابعه. شكرا لك يا استاذ محمود. والشكر موصول لكم ايضا مشاهدينا الكرام على هذه المتابعه. غدا حلقه جديده من تحت الطابعه. الى اللقاء.